قصيدة لمحمد بن عبد الله القاضي، وهي قصيدة طويلة، ولكن كل بيت في هذه القصيدة تعادل 1000 من القصائد. من ضمن هذا أعطيكم بيت. قال الرجل بل واجب لسانه عقاله، إلى قال قولاً تم لو حال بحال. هذا بثبت البيت إن الرجل لازم يكون صاحب مبدأ وصاحب كلمة وما يتغير قدام رجال. والله أن هذا البيت بعادل 1000 من القصائد. من ضمن أبياته ذكر كمان بيت، قالوا لا يفتخر من جاد جده وخاله هي بلهمم لا برمم مثل ما قال. فإحنا في وقتنا الحالي كل بفتخر في أفعال جده وخاله وعمامه، وإن جيتم سألتم عن الطيب وعن الكرم وعن الشجاعة وعن الفروسية لهم حولها ولا بعرف عنها إيش. فذكر في البيت البعدي قال فالجمر يمسي كالخلص اشتعالة ويصبح رمادا خامدا مغبر بال. فاختصرها ليك انه مهما ما ولعت النار لابد من نار تعقب رماد.